خير إن شاء الله، مبسوطين وعم تضحكوا وعاطين فرحتكم لحدا. طبعاً ما عم بحسدكم حبايب قلبي. هلأ نفس بتحكي لك، في عندكم شغل كتير والله. هاتي لشوف يا بنت، فهميني شو صاير. شبك صفا، انتي مو قدرانة تقولي ولا كلمة؟ احكي يلا. آسية هلأ طاهر عرض علي يتزوجني. قلتي لي طلب منك تتجوزي؟ جوزك عرض عليك تتجوزي؟ ايه. اليوم المسا رح يطلبني من بابا عثمان، يعني ما في خطبة بس هو بده يعمل عرس. وأخيراً عمل يا ربي. أنت كأنه سخنانة ما هيك؟ حاسة نار شعلة جواتي. لك تعي لهون، لوين رايحة؟ خجلانة كأنه عمرك 14. تعي حتى الولد رح ينبزبز ليفهم القصة. هلأ بحكي لك أنت وياه. عطيني تفاصيل. خلص رح أحكي لك كل شيء. يلا نقعد وبحكي لك. إن شاء الله المشمش عجبك. ليش عذبت حالك؟ أستغفر الله، ريته ألف صحة وهنا. إذا خلصوا بجيب لك، ها؟ بس لا تأكل كتير نصيحة، بصير معك مغص. أنا سبق وقلت لك من قبل يا طاهر إنه ألعابكم صغيرة وما قوية، بس هالمرة أنا بعترف كانت حلوة حركتك. طيب بما أنك هلأ تجرأت وبلشت بالاعترافات، شو رأيك تعترف بالباقي فيدات؟ قتل نجيب وخطف مرت أخي آسية، وحتى من شان نفس اعترف فيهم كلهم من هلأ، مو أحسن لك من بعدين؟ بفهم إنه رستم عندك، ما رح أسألك كيف قدرت تهربه، بالنهاية رفيقك شرطي وسهل إنه يساعدك. لوين مفكر توصل؟ يعني رستم متخيل إنه يروح يشهد ضدي بالمحكمة؟ هذا واحد هربان من السجن، هربان من العدالة، عم تفهم؟ ومتهم بكتير قضايا، معترف بكل شيء، ولا متخيل بعد ما هرب من السجن إنه يعمل جرائم جديدة ويزيدوا التهم تبعه؟ ليش؟ متوقع كرمالك رح يعمل هيك؟ أنا اللي بعرفه. بس تصطفل، أنت حر طبعاً. نصيحة، انتبه، رستم شخص كتير خطير. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.